نرجع بقى للايه للكورس. طيب انتوا تعرفوا زينر دايود يا شباب او سمعتوا عنه؟ اخذناه في ال... طيب زينر دايود ببساطه هو بيبقى ليه كاركترستيك الجزء ده زي ما انتم شايفين كده بتاع الدايود، وبعدين في الجزء الريفيرس بيجي عند فولتج بنسميه الفي زينر ويبتدي يثبت عنده. يعني الفولت بيثبت في الريفيرس، وبالتالي دايما الزينر دايود بيترسم في الاتجاه الايه العكسي اللي هو المنظر ده يا شباب. ال 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 الحرف اللي موجود فوق ده بيتعمل زي كانه حرف الزد، يعني جاي من زينر يعني. ف الاوبريشن دايما بتاعت الزينر دايود ان هو بيثبت الفولت عند اللود عند حد معين اللي هو الفولت بتاع مين؟ الفولت بتاع الزينر. فلو افترضنا يعني ده الابلكيشن الرئيسي بتاعه ان في فولت دي سي داخل هنا متغير، فيبقى في الحاله دي طول ما الزينر دايود ده ما وصلش الفولت اللي عليه للزينر فبيعتبر انا في الكاركترستيك في الجزء ده اللي هو ان الكرنت اللي بيمر في الدايره يكاد يكون صفر، فيما عدا ان في كرنت هيبقى ماشي كده ما بين الار والار ال. فهو الزينر دايود طالما ما وصلناش الى في زد، لو الفولتج اللي ابلايد عليه اللي هو ما بين النقطه دي والنقطه دي ما وصلش الفي زد يعتبر كان اوبن سيركت، لان الكرنت اللي بيمشي فيه فيري فيري سمول. ففي الفتره اللي الفولت فيها هنا في الانبوت اقل من الفي زد يبقى الكرنت اللي ماشي اللي هو عباره عن الفولت مقسوم على ار زائد ار لود. طب الفي اوت تساوي ايه؟ هتساوي الكرنت اللي احنا حسبناه بالشكل ده مضروب في ار لود. فكانه ببساطه قبل ما نوصل لفي زينر هنا الاوتبوت بيساوي الفولت ده في ار لود على ار لود زائد ار، كانه بوتنشال ديفايدر بسيط جدا اللي هو جزء اللينير ده. طب اول ما بوصل لفي زينر الفولت على اللود بيثبت اهو. فايه الدايره دي استخداماتها في ايه؟ بتستخدم الدايره دي لما نكون عايزين نعمل حمايه لللود، عايزين نعمل حمايه لللود بحيث ان الفولت بتاعه ما يزيدش عن حد معين. تطبيقاته ايه؟ بصوا شباب، يعني مثلا ان الفولت دوت بيبقى جاي اساسا من باور سبلاي، والباور سبلاي بيتغذى من الاي سي العادي. الاي سي العادي اللي هو ال 220 فولت ممكن يحصل له صادن تشينج، فلو حصل له صادن تشينج بالزياده يبقى الفولت اللي هيطلع هنا هيبقى هيزيد جدا يزود الفولت اللي على اللود. لما يزود الفولت اللي على اللود ممكن اللود يتحرق، فلما بحط زينر دايود يبقى بعمل حمايه ان الفولت اللي هو عند الار لود ده ما يزيدش عن الفولت بتاع ايه بتاع الفي زينر. ده ببساطه الايه التطبيق بتاع زينر دايود، ان هو بيعمل حمايه للفولت اللي جاي على اللود. يعني لو اللود ده شباب مثلا يعني موتور والموتور ده محتاج الى فولت دي سي معين وما فيش حمايه، يبقى لما يجي الفولت يزيد جامد قوي الموتور يتحرق مثلا، او اي جزء في الدايره يجي له فولت كبير قوي في لحظه معينه يروح محروق، فبيتعمل كنوع من البروتكشن. الحل بتاعها تبقى عمليه بسيطه قوي. طب الفي زد هنا لازم توصل لكام؟ يعني لما يعني بنقول ايه؟ لما يكون ده اوبن سيركت يبقى الفولت اللي على اللود بيساوي في في ار لود على ار لود زائد ار. لما الحسبه دي تساوي في زينر، لما الحسبه دي تساوي في زينر يبقى دي تناظر فولت معين موجود هنا، يبقى لما الفولت ده يزيد عن هذه القيمه خلاص الفولت بتاع اللود بيثبت اللي هي القيمه اللي هي دي. القيمه دي كام؟ انا مش شايف كده محسوبه هنا، يعني مش حاسبينها لكن هي موجوده في التمارين، بعد كده نشوفها كده بعد كده في التمارين. الفولت ده يعني هتقول ايه؟ دي عباره عن في لود او الفي اوتبوت اللي هو بيساوي الفي في ار لود على ار لود زائد ار، ده هتساويه في زد. لما تساوي في زد يطلع لك ان في هنا بتساوي في زد زائد حاجه. فعند الفولت لما الفولت هنا يوصل في الانبوت الى القيمه دي خلاص الفولت بتاع اللود يثبت. طبعا بيبقى معمول حساب ان الفولت بتاع الزينر دوت ما يحرقش او ما يعملش اي مشكله للود.
ده بالنسبة لتطبيق زينر دايود. الريكتفايرز دي زي ما انتوا عارفين بقى. ماشي، عندي سؤال في الحته اللي فاتت. اتفضل اتفضل. هو عند الفي زينر الكرنت اللي ماشي في الزينر دايت بيزيد قوي بشكل كويس. اكسبوننشال، الفولت في بتاع الكرنت ها بيزيد، بس الكرنت ليه ماكسيمم، ليه ماكسيمم ليميت مش بيزيد. بيزيد لين. تمام، بس هو كده الكرنت اللي ماشي في الار، الريزيستنس اللي هي ار مش ار لود، كده هيبقى مختلف برضه، طبعا، فالفولتج لانه العاليه هي مش هيبقى بيساوي اي زينر زائد مجموع اي الاثنين، لود. صح طبعا. فالفولتج اللي على الريزيستنس ده مش هيبقى لينير برضو، هيبقى بيتغير بتغير مش الفولت لينير. اللي على دي لا مش لينير. في تمام الاول هو ماشي لينير، كل ما بيزيد الفولت ده الفولت اللي على الارض بتزيد، لان كارنت سيمبلي بيزيد، لان ده بيبقى اوبن سيركت، فبتبقى الدايره سيمبلي مكونه من ار وار لود، فده كل ما ده بيزيد ده بيزيد وده بيزيد، اللي هي العلاقه اللينير دي. كويس. طيب لما بقى الفولت هنا بيوصل لفي زينر يبتدي يبقى فيه كارنت هنا، فيبقى هنا مجموع تو كارنت، بس الفولت الكارنت اللي على اللود خد بالك يا باشمهندس بيثبت، الكارنت اللي على اللود ايه بيثبت، يقدر سبب. وبالتالي اي زياده في الفولت بعد النقطه الكريتيكال دي بيروح على الار، تمام بيروح على الار ما بيروحش على اللود، يبقى انت عامل اليمنت بيمتص اي زيادات في الفولتج، هو ده اللي بياخد الفلوس. ممكن اتفضل. اسال سؤال، هو يعني ايه اللي بيعمله بالظبط بحيث ان انا فعلا عند بوينت معينة لو الفولتج زاد قوي مش هيحرق اللود؟ ما هو الكاركترستيك بتاعت الزينر دايود زي ما انت شايفه كده يا بنتي، تمام. كويس، لما الفولت الريفيرس اللي على اللود، والفولت الريفيرس هو ده اللي هو ده بيوصل لغايه الفي زينر، خلاص هو بيكوندكت الايكويفالنت بسيركت بتاعته، بتتحط في الحاله دي ايه، كانها فولت، كانه بطاريه وفيري سمول ريزيستنس اللي هو السلوب بتاع الخط ده، قولي براكتيكالي هو مجرد اصبح بطاريه، تمام. فالبطاريه دي هتثبت الفولت اللي على اللود، ويبقى اي زياده في الفولت هنا هيعقبها زياده في الفولت الاكروس الار، لان الفولت هنا بقى ثابت. تمام. هتثبته عشان هما بارلل يعني ال طبعا. تمام. الزينر بارلل مع الار لود، فخلاص الاثنين دول يثبتوا يثبتوا الفولتج على اللود، ويبقى اللود مش هياخد فولت كبير، واي زياده هتيجي هنا في الزاويه تيجي على الار. تمام، شكرا طبعا. لك. ماشي يا بنتي. طيب دي دايره الهاف ويف ريكتفاير ده اكيد يعني طبعا حافظينها كويس جدا، انها انت بتعتبر هنا بنبص للديود انه ايديال يعني تقريبا، يعني لما يجي عليه بوزيتيف فولتج يوصل، لما يجي عليه نيجاتيف فولتج ما يوصلش. طبعا انتوا عارفين الحكايه دي سمبليفايد يعني. طبعا في الطبيعي ان الديود كارنت او الديود فولتج بيبقى حوالي اللي هو بالنسبه للسيليكون 6 من 10 فولت او 7 من 10 فولت زي ما تحسبها، اللي هي البيلت ان فولتج بتاعته. فبالتالي لما الفولت، فلو اهملنا الفولت الصغير ده يبقى لما بيجي هنا بوزيتيف بيمر كارنت، يبقى الفولت البوزيتيف هنا بيظهر زي ما هو. طبعا عمليا اقل منه شويه ب 6 من 10 او 7 من 10. لما يجي نيجاتيف، الحقيقه انتوا زي ما انتوا عارفين ان في النيجاتيف هنا بيمر كارنت بس صغير قوي. فهنا مش مرسوم يعني، هنا لما تيجي تعملها اوسيلوسكوب يبان هنا حاجه نيجاتيف صغيره جدا. طبعا عارفين ليه صح ولا لا؟ عارفين ليه في نيجاتيف كارنت بيمر؟ ريفرس ساتوريشن كارنت. ريفرس ساتوريشن كارنت، تمام. طب ده فانكشن في اكتر حاجه ايه؟ ها حد يقول لي كده؟ من الـ AC current الـ DC current. لا ما اقصدش يعني ايه البارامتر اللي يأثر في reverse saturation current قوي. اوكي الـ temperature. temperature عشان هيتغير في الـ NOSphere. تمام temperature، تمام. لأنه بيتناسب مع الـ temperature تكعيب تقريبا أو أوسيليت. طيب. يبقى ايه، يبقى ده الهاف ويف ريكتفاير. الفول ويف ريكتفاير الموضوع بيبقى يتحط بريدج بالشكل ده، المفروض هنا في ار لود بره كده، في ار لود يعني، فلو ما يجي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف يمشي الكرنت كده،
في الديود دوت وبعدين يمشي في اللود بعدين يرجع هنا يمشي هنا في المقاومة دي ويرجع تاني هنا. ده لما يبقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف. لما يقلب لما يبقى ده اللي بوزيتيف تحت ما يبقى ده اللي بوزيتيف يدخل في الديود ده ويمشي في اللود في نفس الاتجاه في اللود بالنسبة لنفس الاتجاه بعدين يرجع ويمشي كده ويرجع. ده ببساطة شديدة يعني. فيطلع عندك ايه انه باستمرار الفولت بالنسبة لللود ماشي في نفس الاتجاه. الكرنت ماشي في نفس الاتجاه فبيبان كله لانه دايما ماشي من هنا لهنا. دايما ماشي من هنا لهنا. فده اللي بنسميه الفول ويف ريكتفاير. وده هو الاساس. هو اللود فين بالظبط؟ اللود بين النقطتين دول. يعني ما الكرنت يجي كده ماشي كده يجي يمشي في اللود اللي ار لود ويرجع يجي هنا ويرجع ويكمل هنا كده. معايا؟ تمام. تخيلها ولا في صعوبه؟ لا تمام. لما بيقلب بقى يبقى ده اللي بوزيتيف واللي فوق اللي نيجاتيف يجي الكرنت يمشي كده ويخش في الديود دوت ويمشي في اللود ويرجع يجي ماشي كده. بس ففي الحالتين بيمشي في نفس ايه في نفس الاتجاه. الكليبنج سيركت الحاجه اللي تبقى واخدينها وعارفينها ممكن تقولوها لي شباب ممكن نعملها سكيبنج يعني ما فيش مشكله. الكليبنج سيركت بتبقى انت بتحط كان عندك فيه بطاريه هنا مع الديود كده. فلو انا بيمر تيار اي سي ف طالما ان الفولت بتاع الانود هنا اكبر من الكاسود يبقى ده بيمر وبنعتبر ان مقاومته صفر. فيمشي الكارنت كده لغايه ما يبقى الفولت اللي موجود هنا يعني لما يبقى الفولت الاي سي اللي هنا قرب الصفر هيمشي كارنت صغير. فالكارنت صغير لو الفولت بتاع السورس ده اقل من الفي بتاع المطلوب للديود خلاص مش هيمر كارنت خالص. لكن اي بوزيتيف فولتج يعني اللي هي مثلا عن 6 من 10 او حاجه زي كده بس هو هنا مهمل ال 6 من 10 هيبتدي يمشي كارنت كده. لو انا واخد الاوتبوت هنا يبقى الاوتبوت ده بيساوي الفولت بتاع الديود زائد الفولت بتاع البطاريه اللي هي اولموست كونستنت يعني. فلما الفولت هنا يعلى عن الفي دي لان هنا الكاسود واخد الفولت البوزيتيف اللي هو في. لما الانود ياخد فولت اكتر منه خلاص الدايره توصل. بس الاوت في الحاله دي يبقى كام؟ يبقى بيساوي الفولت بتاع البطاريه اللي هو بيبان لي هنا ثبات كده. فده كانه ده الفولت بتاع مين؟ ده الفولت بتاع البطاريه. فده بنقول ان الدايره حصل لها قص. الدايره دي حصل لها ايه؟ قص كليب. كليب يعني يعني حتى كلمه فيديو كليب دي معناها قصقصه فيديو يعني. فكليب انت عملت قطع في الموجه بالشكل ده. دي الدوائر دي برضه بتعتبر دوائر حمايه. بتمنع الفولت اللي على اللود او حاجه معينه انه يزيد عن فولت معين اللي هو هنا الفولت ده. اللي انت حاطه هنا. نفس الكلام بقى ممكن احط واحد هنا وواحد هنا يبقى واحد بيشتغل مع الجزء البوزيتيف والتاني بيشتغل مع الجزء النيجاتيف يبقى يبتدي يحصل قطع من فوق ومن تحت. دي الدوائر اللي بنسميها دوائر الايه؟ الكليبنج. الدوائر اللي بعد كده اسمها دوائر الكلامبنج. ايه دوائر الكلامبنج؟ بص شباب اللي بيحصل ايه دلوقتي ان هو لو انا حاطط بوزيتيف كده ونيجاتيف وحاطط مكثف وبعدين ديود هنا كده وباخد الفولت اللي على الديود باخد الفولت اللي على الديود يوم يطلع شكله ايه؟ بص الدايره دي مش هتوصل غير لما يبقى تحت بوزيتيف وفوق نيجاتيف.
عشان يبقى الديود شغال. فلما في الجزء اللي هو تحت بوزيتيف وفوق نيجاتيف يمشي كارنت ويشحن المكثف في الاتجاه اللي انا رسمه ده، بحيث ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف. تمام، ده بوزيتيف وده نيجاتيف في اول سايكل. الكلام ده بيحصل في لما يبقى هنا مقلوب، لما هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يقوم يمر كارنت يشحن المكثف. جميل. طيب الفولت بعد كده بتاع الاوتبوت نحسبه ازاي؟ يبقى الفولت اللي داخل ده بيساوي الفولت اللي هو بتاع المكثف بس في الاتجاه اللي احنا رسمينه كده. فلما يبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وبعدين هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، يبقى كان الخارج ده الفولت اللي خارج بيساوي الفولت بتاع المكثف ناقص الفولت في اس. طيب الفولت اللي هو شحن بيه المكثف ده بيساوي كام؟ الفولت بتاع المكثف يا شباب لما بيبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف بيمر كارنت في الديود يروح شحن المكثف لغايه ما يوصل الى في اس نفسها، القيمه العظمى بتاعت في اس. يبقى عندك كان الفولت اللي هيشحن بيه المكثف بيساوي الماكسيمم بتاع الفولت بتاع في اس ده في الاتجاه المرسوم. فيبقى الاوتبوت بيساوي في ماكسيمم زائد في اس. فكان الفولت السينوسويد اللي موجود اصلا اترفع بمقدار في ماكسيمم. فهو كان اصلا في ماكسيمم كان اصلا بيساوي من زيرو هنا في ماكسيمم ويرجع يبقى زيرو تاني. فمع كده انه جاله رفعه بتساوي في ماكسيمم. فاللي كانت زيرو بقت في ماكسيمم، اللي كانت في ماكسيمم بقت 2 في ماكسيمم. فكل الفولتات اترفعت بمقدار الفي ماكسيمم. طبعا لو قلبت الديود هيبقى بالنقص. لو قلبت الديود هيبقى بالنقص، لو قلبنا الديود يبقى ده هيشحن في الاتجاه العكسي. ده يشحن في الاتجاه ايه؟ العكسي. دي اسمها دوائر الكلامبينج. يعني كان كل الحكايه انه بيحصل ايه؟ ان الفولت اللي طالع بره ده بيساوي في ماكسيمم زائد في ماكسيمم ساين اوميجا تي زائد في ماكسيمم. ده في الحاله دي. لو قلبت الدايود يبقى في ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص في ماكسيمم. طيب حنهي انا هنا ايه باللوجيك جيت واستخدامات الدايود فيها. بص يا شباب، دي دايره الاور. فكره لو في اي حد عنده اي استفسار وانا بتكلم ممكن يسال. يعني هنا شباب دي دايره الاور. لو حطيت هنا فولتج مثلا 5 يبقى ودوت مثلا 0 يبقى هيمشي كارنت كده في الدايود ويوصل هنا كده. فالفولت اللي بيطلع هنا في الاوتبوت بيبقى بيساوي المفروض 5 ناقص 6 من 10 مثلا، اللي هي 4 و4 من 10، بس ده بنعتبره لوجيك 1. فلو ده 1 وده 0 يبقى بيطلع 1. لو ده ال1 وده ال0 نفس الكلام، هيمشي الكارنت في الدايود ده والدايود الثاني مش هيشتغل. لو 0 و0 هيطلع الاوتبوت 0 لان مش هيمشي كارنت في اي في المقاومه دي. فدي دايرة اور. دايرة اند بقى بالمنظر ده. لو انا عندي هنا فوق ايوه الاوتبوت احنا واخدينه من عند الار يعني؟ من عند الار. تمام. هنا بقى الكونفجريشن بتاع الاند يا شباب عبارة عن ادي 5 فولت وهنا يا 5 يا 0. لو حطيت انا هنا 0 هيمشي كارنت كده. طيب حد يقول لي الفولت في الحاله دي يطلع يساوي كام؟ لو انا حطيت عند A0 0 عشان صوره سيركت صوره مع 0 هو ما بيطلعش 0 بيطلع الفولت اللي اكروس الدايود، صح كده؟ ده بالظبط يعني اللي هو مثلا 6 من 10 فولت او حاجه زي كده اللي هي كونسيدرد زيرو لوجيك. يعني واخد بالك زي الفولت بتاع النقطه دي هو عباره عن الفولت اللي اكروس الدايود فهيبقى 0. طبعا لو قلبنا ان ده اللي زيرو وده اللي 5 نفس الكلام الكارنت يمشي كده.
طبعا لو الاثنين خدوا 5 فولت يبقى ولا الدايود ده يشتغل ولا الدايود ده يشتغل. ليه؟ لان خلاص الفولت بتاع الكاسود اللي عندهم هو اعلى فولت في الدايره، فبالشكل ده الاثنين دايود اوف. لما الاثنين دايود اوف يبقى المقاومه هنا ما بيمرش فيها كارنت، يبقى المقاومه في حد الاوت تطلع كام في الحاله دي؟ من 5 فولت كل ما يروحوا على الواي يبقى كام؟ يعني لو انا حطيت هنا 5 وهنا 5 الاوتبوت يطلع كام؟ 5 صح كده. ليه؟ لان مفيش كارنت في الار، لان الفولت بتاع نقطه واي هو 5 ناقص اي في ار. لكن لو اي حد فيهم خد زيرو هيمشي كارنت كبير، ويبقى الفولت بتاع واي هو الفولت بتاع الدايود اللي هو 6.10، فيعتبر لوجيك زيرو. فهو لما يبقوا الاثنين دول 1 بس تطلع ايه الاوتبوت بتاعنا ب 1، فدي اند جيت. دي اند جيت دكتور. يعني انا لو حطيت عند الاي والبي الاثنين ب5 الواي كده هتبقى ب5؟ ليه؟ لان الدايود ده لما يتحط هنا 5 يا بنتي مش هيمشي كارنت في الفرع ده، لان مفيش فرق جهد، هنا 5 وهنا 5 مفيش فرق جهد. ونفس الكلام لو حطيت هنا 5 مفيش فرق جهد مش هيمشي كارنت في الار، هيبقى بس في الفولتج بتاع الدايت بس. يبقى الفولت بتاع نقطة واي هو الفولت بتاع السورس ده اللي هو بنعتبره 0.6. تمام. لا مفيش 0.6 حتى في الحالة دي. ايوه انا قصدي ازاي هنعتبره 1 وهو اصلا 2 دايتز مش شغالين؟ لان الاوتو في الحاله دي الفولت بتاعها هو بيساوي 5 فولت، مفيش كارنت في الار خالص. تمام اوكي ماشي يا بنتي. تمام. بعد كده اكسرسايزز وبتاع حاجات زي كده بقى نبقى نناقشه او نناقش حاجات منه بقى في الايه في التيوتوريالز باذن الله. واحنا عرفنا نعمل نوت جيت ب النوت دي هي النوت جيت ترانزستور بي جي تي او موسفت. تمام. هما دول 3 بيزك جيتس لاند اور ونوت. لما يجي بقى نتكلم في الترانزستور هنتكلم في الابلكيشن بتاعه ك نوت جيت يعني. ماشي. لو انتوا يعني شغوفين عايز تشوف دايره النوت ده نرجع بقى للباب بتاع ترانزستور كاركترستيك يعني. لكن عموما ممكن نكتفي بكده النهارده، وعلى لقاء بقى يوم الاثنين الجاي. وفي نفس الوقت انا هبعت لعمرو كل الكورسات، والحاجه اللي هنقولها هنقول دي خدناها واللي ما خدناهاش تبقى انتوا تاخدوا نوتس ان احنا ما خدناهاش عشان الامتحانات وحاجه بالشكل ده. هو الاسئله دي يا دكتور ليها موديل انسر ولا لا؟ لا الحقيقه مش عامل لها موديل انسر، لكن في نفس الوقت هنحل مع بعض الحاجات اللي فيها كنوع من الاكزامبلز يعني سولفد اكزامبلز يعني. لكن انا ما عنديش. تمام. يعني موديل انسر. ماشي. حد عنده اي اسئله شباب؟ المنف